الكرنفال الكبير مهرجان ختامي الوثبة لعام 2020 لنصل نحن وإياكم يا من تتابعون عبر قنوات ياس الناقلة لأجمل الناس وعبر قنوات البث الحي والمباشر إلى هذا اليوم الجديد، إلى هذه التحديات المثيرة، تحديات سن الحول والزمول، لننطلق على بركة الله، لنسير على بركة الله مع هذه الأجواء الجميلة. انطلاقة شوطنا الخامس، بداية الجولة الثانية، شوط خاص بالحول المحليات، ليتقدم مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات، الباحثة عن الناموس، الباحثة عن 180,000 درهم، الجائزة للمركز الأول، والجوائز النقدية القيمة للمراكز من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. أتقدم بمقدمة الشوط، أجد العبية تتقدم وتنطلق بهذا الاسم، محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يقدم لنا العبية بمقدمة هذا الشوط، بينما الدور دور المركز الثاني ليتابع تاريخ على المركز الثاني. سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي يقدم لنا تاريخ، لمن سيحفظ التاريخ في هذا الشوط يا بن متعب؟ المركز الثالث، أتابع حضوري بشاير وانطلاقها في هذه اللحظات، محمد بن سيف بن محمد المزروعي يقدم لنا بشاير، بينما الدور دور المركز الرابع لأتابع القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات بهذا الشعار الذي يقدم مستويات وعروض كبيرة في هذا اليوم. انطلاقة العنود، محمد بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس، أتابع هذا الوصول، أتابع هذا التقدم الكبير، انطلاقة وحضور إسعفة هي القادمة في هذه اللحظات، محمد بن سالم بن دري الفلاحي يتقدم وينطلق على المركز الخامس بشعاره الكبير وشعاره التاريخي. يا سلامي على هذا الشعار وإنجازاته وبطولاته. المركز السادس، بتابع انطلاقة سرابة سهيل بن قريع بن روس العامري يتقدم وينطلق ويندفع على المركز السادس بحضور سرابة التي بدأت تتسرب ما بين هذه الأسماء وهذه الشعارات، بينما المركز السابع انطلاقة وحضور جبارة سيف بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي يتقدم وينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الحضور وبهذا الوصول. انطلاقة وحضور شعار بن ضبيعة المتقدم في هذه اللحظات، بينما أتابع أسماء قادمة، بنت صوغان هي القادمة، مهير بن علي بالله حج الاكتبي يتقدم وينطلق بهذا الشعار، وأيضا وصول وانضمام، وصلت غازية، وصلت الشعارات الكبيرة، بدأت تتحرك وبدأت تنطلق، بدأت تغزو المراكز الأمامية. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وصلوا أبناء جميرة، بدأوا يتحركون، بدأوا ينضمون لهذه الأسماء الخطيرة، هذه الأسماء الواضحة أمامنا، القريبة أمامنا. يا من تتابعون، يا من تراقبون الأمور ومجرياتها، لمن الفوز في هذا الشوط؟ لمن الانتصار في هذا الشوط؟ يا سلام يا سلام يا سلام، من يخطف ناموس هذا الشوط مع هذه الأجواء الجميلة؟ يا ما شاء الله تبارك الرحمن، على أجواء الوثبة، على أجواء الوثبة وعلى تحديات الوثبة. يا سلام يا سلام، أعود من جديد إلى المقدمة، أعود إلى صدارة الشوط لأتابع ماذا ترى وماذا جرى على المقدمة، أتابع الأسماء الحاضرة.
وبكل قوة التي تندفع بهذا الاندفاع مقدمة الشوط العبية العبية وتاريخ تاريخ ولعبية حوار ثنائي ما بين هذين الاسمين حتى هذه اللحظات، ولكن يبدو لي أن تاريخ تاريخ هي اللي على المقدمة، شوي المقدمة عند تاريخ وشوية عند العبية، العبية وتاريخ، ولكن تاريخ في هذه اللحظات استقلت بنفسها على مقدمة الشوط. سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي يتقدم بالمقدمة وينطلق بتاريخ تاريخ على صدارة الشوط، بينما المركز الثاني العبية على المركز الثاني يتقدم شعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يتقدم بانطلاقة شعاره على المركز الثاني، الدور دور المركز الثالث، أتابع انطلاقة وحضور بشاير محمد بن سيف بن محمد المزروعي. هذه الثلاث الأسماء الأولى منذ بداية الشوط ما طرأ عليهن أي شيء، ما طرأ عليهن أي تغيير. المركز الرابع بالسعودي يتقدم بشعاره، يتدخل بالعنود محمد بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي على المركز الرابع، ينطلق في موقع استراتيجي في موقع تكتيكي خطير شعار بالسعودي، وعليه أيضا انطلاقة هذا الشعار الكبير الذي يتواجد على المركز الرابع. 3 كيلومترات هي ما يتبقى، بنتابع اللي على المركز الخامس وبنشوف الأسماء التي بدأت تقترب وبدأت تتحرك. شعار بن قريع بدأ ينطلق، بروس بدأ يتحرك بحضور سرابة سهيل بن قريع بروس العامري، ينطلق شعاره يتحرك على المركز الخامس. المركز السادس بن دري بدأ يتحرك، بن دري بدأ ينطلق بشعاره الكبير يتحرك بحضور اسعفه في هذه اللحظات على المركز السادس. محمد بن سالم بن دري الفلاحي بانطلاقة الشعار الكبير، يا سلام. المركز السابع شعار بن رشيد قادم قادم يا اخواني، وهذا الشعار هذا الشعار دائما خطير دائما لحضوره مع غازية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز السابع. المركز الثامن جبارة سيف بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي يتقدم وينطلق على المركز الثامن. المركز التاسع وصلكم بن مصلح وتقدم بتم سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي يتقدم بشعاره على المركز التاسع. المركز العاشر ايضا قادم قادم والاخر في هذه اللحظات ومنطلق بهذا التحدي انطلاقتي وحضوري منه محمد بن سالم بن محمد بوثم العامري يتقدم وينطلق، ولكن بداية المنعطف الأخير، بداية منعطف الحقيقة الذي تظهر فيه الحقيقة الذي تبين فيه الحقيقة. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلق التاريخ، تاريخ على المقدمة، تاريخ على الصراع الأول، حاضرة بكل قوة متواجدة بالمدرج رقم 1، تنطلق بشعار سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي. لكن يا خوي يا خوي يا راعي تاريخ، الأسماء اقتربت، الأسماء تحركت، الأسماء حضرت، وتاريخ ما زالت مسيطرة بعروضها الكبيرة منذ البداية. اصمد يا خوي يا راعي تاريخ، بينما القادمون أقوى الحاضرون أعتى. وصلت العبية، العبية مع الكيلو ونصف الكيلو الأخير يا راعي العبية محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، وأيضا القادمة في هذه اللحظات بشاير محمد بن سيف بن محمد المزروعي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بن مصلح تقدم، بن مصلح حضر، وبن قريع بروس قادم قادم مع هذه البطلة يتقدم مع سرابة سهيل بن قريع بروس العامري، راعية عوايد سرابة، راعية انجازات سرابة تتقدم على المركز الثاني. ولعت يا اخواني ولعت، ولعت ما بين هذه الاسماء، ولعت ما بين هذه الشعارات،
الكرات بمصلح على المركز الرابع، وهناك بسيف على المركز الثالث، وشعار بن دري على المركز الخامس. انطلقت الأسماء من أجل الفوز، من أجل الانتصار، من أجل الناموس. التاريخ لك، التاريخ لك يا مالك تاريخ سالم بن متعب سعيد الاكتبي يا أخوي. اسرح وروح، اسرح وروح للناموس، للفوز، للانطلاق. رفة الأعلام يا راعي تاريخ، رفة الأعلام ورف السعد مع تاريخ، رف السعد مع تاريخ يا راعي تاريخ. التاريخ لك، الأمس لك، اليوم لك، بكرة لك يا راعي تاريخ. يا سالم، يا بن متعب، يا بن سعيد، يا الاكتبي، وسرابة قادمة. سرابة قلت لكم راعية عوايد وراعية بطولات مع بن قريع بالروس العامري، ولكن تاريخ، تاريخ 400 متر أخيرة، 400 متر خطيرة يا راعي تاريخ، يا راعي تاريخ. هنيالك الناموس إن صمدت على هذا المنوال، إن واصلت على هذا المنوال. تاريخ يا راعي تاريخ، تاريخ يا راعي تاريخ، تاريخ يدون بأحرف من ذهب، يسجل بأحرف من ذهب يا راعي تاريخ. يا سالم، يا بن بتعب، يا بن سعيد، يا الاكتبي، يا سلام، سلام يا علم غافة، سلام، سلام على العين، سلام. هذا الفوز، هذا الانطلاق، سلام وتحية واحترام لتاريخ وانطلاق الكبير اللي قامت راس ونات الشوط راس. سلام عليك يا راعي تاريخ، سلام. المركز الثاني كانت انطلاقة وحضور اسعف بهذا الشعار، بشعار محمد بزار بدري فلاحي. المركز الثالث كانت القادمة هي عهود، شعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. والمركز الرابع وصول سرابة سيل بن قريع بالروس العامري. المركز الخامس وصول جبارة سيف بن مطر بن محمد بالضبيعة. الاكتبي تهانينا والناموس لجميع الفائزين. عودتنا بالانطلاق الأول وبالتحدي الأول، انطلاقة تاريخ ولحظات وصولها وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 51 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. سلامي عليك يا راعي تاريخ سالم بن متعب سعيد الاكتبي تهانينا والناموس على فوز تاريخ بالمركز الأول. المركز الثاني 12 دقيقة 53 ثانية، بالوفاء والتمام. كانت لحظة وصول وانطلاق شعار اسعفة ومحمد بن سالم بن دري الفلاحي. تهانينا وناموس يا بن دري على هذا الفوز. المركز الثالث كان شعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري وتوقيت الزمن 12 دقيقة 53 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لشعار بن نصر هذا الفوز، تهانينا وناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم صباحي هنا أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الجو الجميل هنا. تابع معكم ونسير.